من هي النائبة البريطانية ليلى موران؟ للمرة الأولى في تاريخ بريطانيا تعتبر ليلى موران أول امرأة من أصول فلسطينية تنتخب عضواً في البرلمان البريطاني بعد فوزها في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل 4 سنوات، حيث أزاحت ليلى التي ترشحت عن الحزب الليبرالي الديمقراطي منافستها نيكولا بلاكود وزيرة الصحة السابقة التي تنتمي إلى المحافظين بعد أن فازت بفارق 816 صوتا فقط. احتفظت نيكولا بمقعد مجلس العموم عن الدائرة منذ عام 2010 وفازت في الانتخابات السابقة بفارق يقترب من 10,000 صوت عن أقرب منافسيها. ولدت ليلى في 12 من شهر سبتمبر من عام 1982 لأب إنجليزي وأم فلسطينية من القدس شمالي إكسفورد في إنجلترا، حيث عملت في السابق مدرسة لمادة الفيزياء في مؤسسة إكسفورد التعليمية وتحمل شهادة الماجستير في التعليم المقارن قبل أن تنخرط في العمل السياسي من خلال نشاطاتها الاجتماعية، حيث نظمت مجموعة من الحملات من أجل حماية الأعمال المحلية ومحاربة تطبيقات التخطيط الحساسة، وخاضت حملات من أجل مدارس أفضل. The system should support the school to improve, not punish it as it does now. ونظرا لانتمائها لحقل التعليم الحكومي وحملها شهادة الماجستير في التعليم المقارن، لدى ليلى رؤية خاصة تنتقد فيها سياسات التعليم التي تستند إلى الاختيار والمنافسة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم المساواة المجتمعية على حد تعبيرها، بالإضافة إلى تشجيعها لأبحاث البيئة والاستثمار في البحث والاختراع. وذكرت ليلى في تصريح سابق لها بشأن كيفية دخولها دهاليز السياسة: نشأتي الفلسطينية جعلت مني شخصا مهتما بالشأن الدولي، فلقد كان أبيها سفيرا في الاتحاد الأوروبي وهذا الأمر ساعدها في السفر بين البلدان، وفي ذات الوقت كان موضوع السياسة هو من الأساسيات التي يتم مناقشتها على طاولة العشاء. وتضيف ليلى: هذا جوهر رؤيتي للعالم، أريده عالما منفتحا على الاختلاف واحترام الآخر، عالم متسامح مع وجهات النظر. ما زلت أعتقد أن بإمكاننا الوصول إلى هذه الصورة في يوم من الأيام. وتمكنت ليلى من تولي منصب عضوة مجلس العموم عن إكسفورد في تاريخ 9 يونيو من عام 2017، وتمكنت أيضا من تولي منصب المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الليبرالي للتعليم والعلوم الشباب في تاريخ 17 يونيو من عام 2017 ميلاديا. ولكن مع كل هذا الماضي والتقدم المبهر، ضاع وضاع معه الأمل في مستقبل مشرف، وجرت الرياح كما لا تشتهي ليلى. Millions of people abroad too. Aid cuts were mentioned. كان ذلك عندما اعترفت النائبة في البرلمان البريطاني ليلى موران مؤخرا بتلقيها 3,000 جنيه استرليني من شركة محاماة واستخدام مكاتب بريطانية رسمية من أجل مهاجمة السعودية في قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، فيما تبين أن شركة المحاماة التي تعاملت معها ليلى هي التي تتولى قضايا الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا بحسب ما أشارت صحيفة ذا تايمز البريطانية. وكان العمل المعني عبارة عن اجتماع نظمته شركة محاماة خاصة لمهاجمة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية عبر زوم. كذلك أوضحت الصحيفة أن ليلى حصلت على 3,000 جنيه استرليني من الشركة، فيما تلقى النائب كريستين بلانت 6,000 جنيه استرليني لحضور الجلسة وترأس الشهادات. وأضافت أن النائبة موران تلقت تلك الأموال مقابل 40 ساعة من العمل، بالإضافة إلى راتبها كعضو في البرلمان وهو 80,000 جنيه استرليني. من جانبه، دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للتحقيق ومعاقبة نواب وضعوا مصلحة الخارج على حساب مصلحة بريطانيا، وقال لرئيس البرلمان: إن على النواب عدم التورط في سياسات خارجية مدفوعة الأجر من جماعات الضغط. يذكر أن هذه ليست أول فضيحة لنائب بريطاني تلقى أمواله،
ففي الشهر الماضي وجد أن نائباً يتقاضى 117 جنيهاً استرلينياً في الساعة، أي 15,000 جنيه استرليني سنوياً من قبل شركة توفر الإقامة للاجئين. كذلك أثيرت أسئلة حول النائب المحافظ والمدعي العام السابق السير جيفري كوكس الذي حصل على حوالي 900,000 جنيه استرليني العام الماضي من خلال عمله خارج البرلمان. ووفقا لقواعد السلوك في البرلمان البريطاني التي تحكم سلوك النواب، فالأعضاء مسؤولون بشكل شخصي وخاضعون للمساءلة عن ضمان أن استخدامهم لأي نفقات وبدلات وتسهيلات وخدمات مقدمة من الخزانة العامة يتوافق مع القواعد المنصوص عليها في هذه الأمور. شاركونا بتعليقاتكم وآرائكم، هل تنتهي فضائح نواب بريطانيا في يوم من الأيام؟